أخطاء العدد من حيث التذكير والتأنيث. الأعداد من 3 إلى 10 تخالف المعدود التمييز في التذكير والتأنيث، فنقول 3 طلاب و3 طالبات، ويحدث الخطأ عند تذكير ما حقه التأنيث وتأنيث ما حقه التذكير، نحو قولهم: هزت العاصمة بغداد 4 تفجيرات، وصحيح القول 4 تفجيرات، لأن مفرد تفجيرات تفجير وهو مذكر، ومثل قولهم: 17 طلعة، وصحيح القول 17 طلعة، ونحو قولهم: في 24 ساعة، وصحيح القول في 24 ساعة، ويتكرر الخطأ عند قولهم: في 13، وصحيح القول في 13، ومثل قولهم: يبلغ عمره 45 سنة، وصحيح القول 45 سنة، ومثل قولهم: هناك 3 قضايا، وصحيح القول 3 قضايا. بعد غياب دام 6 سنوات، وصحيح القول 6 سنوات. يحصد 5 جوائز، وصحيح القول 5 جوائز. قدمت في الندوة 6 أوراق، وصحيح القول 6 أوراق.